أعادت قوات الشرطة في شمال سيناء العمل بكمين المطافي بحي المساعيد غرب العريش بعد 24 ساعة من الهجوم الإرهابي عليه. وقال مصدر أمني في شمال سيناء أنه تم عودة العمل في الكمين بعد انتهاء عمليات المعاينة التصويرية وإجراءات النيابة العامة وكافة الجهات ذات الاختصاص. وأوضح المصدر أن الكمين تم تعزيزه بقوات إضافية فضلا عن نشر عناصر تأمين واتخاذ إجراءات تأمينية إضافية لكافة الأكمنة والارتكازات الأمنية في حي المساعيد ومناطق العريش وطريق العريش الدائري.